أحيانا في تطوير كبير بيحصل في البحث العلمي على مستوى الجامعات. التطور ده بنشوف نتائجه تحصل كل يوم في المسابقات الدولية، كان آخرها فوز دكتورة دينا الكردي المدرس بقسم اللغة الفرنسية بجامعة الإسكندرية بالمركز الثالث على مستوى العالم لأفضل تصميمات محتويات علمية رقمية. هذه المسابقة شارك فيها 207 أستاذ جامعي من 45 دولة، وده تم تنظيمها كمان بالتعاون بين اليونسكو والمعهد الدولي للتعليم الإلكتروني في الصين. دلوقتي خلينا نرحب بالدكتورة دينا الكردي المدرس بقسم اللغة الفرنسية بجامعة الإسكندرية اللي معانا على التليفون. صباح الخير يا حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك. اهلا وسهلا، صباح الخير يا استاذه جمانه، وصباح الخير استاذ محمد. صباح النور يا فندم، الف مبروك يا فندم. الله يبارك في حضراتكم جميعا، متشكره جدا جدا على المداخله الجميله دي. طيب خلينا في البدايه نتعرف من حضرتك على تفاصيل المسابقه وعلى تفاصيل الجائزه اللي فزتي بيها. المركز الثالث طبعا مركز متقدم جدا. أيوة يا فندم، هي الجائزة أو المسابقة بداية هي كانت مسابقة عملها اليونسكو بالتعاون مع المعهد الدولي للتعليم الإلكتروني في الصين ومركز الابتكارات التربوية في التعليم العالي في الصين. المسابقة دي كان تم إعلانها، وهي بتستهدف أساتذة الجامعة لأن هي تدعوهم لتصميم محتويات علمية رقمية. هدفها أن إحنا نستخدم التكنولوجيا الحديثة في التعليم، ما يبقاش التعليم بطريقة تقليدية زي حضراتكم عارفين. كمان بعد أزمة كورونا واتجاه معظم الدول للتعليم الإلكتروني والتعليم أونلاين، فبقت الفكرة أن إحنا نحاول أن إحنا نساعد بعض. يعني هدف المسابقة أن إحنا نحاول نعرض سيناريوهات تربوية يقدر الأساتذة في الجامعة يتبادلوها بينهم وبين بعضهم على نطاق أوسع، بحيث أن يقدروا يستفيدوا من يعني خبرات كل واحد في مجال تخصصه. فالمسابقة باختصار هي دي الفكرة بتاعتها. أنا قمت بتصميم فيديو خاص بتدريس اللغة الفرنسية للأغراض المتخصصة، تخصص إدارة أعمال اللي هي البيزنس أدمنستريشن، بس أنا صممته باللغة الفرنسية، واستخدمت إن فكرة إزاي إن أنا أدرس منهج زي ده أونلاين، وكمان إن أنا أدخلت بعض الاستراتيجيات التعليمية الحديثة، استخدام أدوات الجيل الثاني للإنترنت، أدوات تفاعلية، واستخدام استراتيجية الفصل المعكوس. والحمد لله ان هو فاز التصميم التربوي اللي انا عملته ده. زي ما حضرتك يعني اشرتي دلوقتي، كنا 207 مدرس حول العالم استاذ جامعي، وكانت 45 دوله، فاحنا فزنا بالمركز الثالث. عظيم جدا يا فندم، ده انجاز كبير، لكن بالتاكيد كان في استعدادات كبيره جدا قبل ما تدخلي هذه المسابقه، واشتغلتي على هذه الفكره اللي قدمتيها لهذه المسابقه الدوليه، ازاي استعديتي ليها؟ والله يا فندم، هو انا اساسا تخصصي في البدايه ترجمه بحكم يعني دراستي في الكليه، وبعد كده انا من زمان بصراحه، من فتره انا كنت اهتميت جدا بكل ما له علاقه بالتكنولوجيا والاستراتيجيات التربويه الحديثه. فانا كنت عملت دراسات كانت خارج مصر في موضوع استخدام التكنولوجيا في التعليم والكلام ده، فمن زمان بيستهويني هذا الموضوع، وبشتغل فيه بقالي فتره ان انا اتابع كل الاستراتيجيات الحديثه والتطبيقات التكنولوجيه، وبحاول ان انا فعلا اطبقها مع الطلبه عندنا في الكليه. طبعا انا الموضوع هو محتاج ان حضرتك لازم تكون ابديت باي حاجه جديده بتحصل او التحديثات التكنولوجيه الجديده اللي فعلا بتحصل من وقت للتاني. فهي محتاج قراءات كتيره، وحضرتك بتقدر تطلع على كل التصميمات الجديده والابتكارات التربويه اللي بتحصل جديد. فانا بصراحه يعني في الفتره قبل يعني التقدم للمسابقه عملت دراسه بحثيه عن كل الحاجات الجديده، وقدرت ان انا اصمم التصميم المحتوى المحاضره ده بحيث ان انا اخليه ازاي يبقى اونلاين، ولو هو هيتعمل اونلاين وبعد كده ازاي اخليه ان هو يبقى تفاعلي. فهي دي اكتر الحاجات اللي انا اشتغلت عليها بصراحه في الفتره الاخيره قبل ما اتقدم بالتصميم فعلا للمسابقه. طيب دكتور دينا، يمكن حضرتك ذكرتي دلوقتي ازاي استعديتي قبل التقدم للمسابقه، بس عايزين نعرف من حضرتك ازاي اصلا حصل التقدم للمسابقه، هل من خلال الجامعه ولا حضرتك اللي بادرتي بالمشاركه؟
لا والله، هو انا اللي بادرت للمشاركه بشكل شخصي يعني. هو انا كنت شفت الاعلان زي ما بقول لحضرتك، هي الحاجات التكنولوجيه الحديثه والابحاث العلميه الخاصه بالموضوع ده، هي انا بحب ابقى اكون مطلع عليها اول باول. فطبعا اليونسكو بتهتم جدا بكل ما له علاقه بالتطبيقات التكنولوجيه الحديثه في التعليم، خاصه بعد موضوع كوفيد. وانا كنت دايما بدخل وبتابع واشوف الاصدارات الحديثه وكل ما له علاقه بالموضوع ده، وشفت اعلان للمسابقه، وهو الاعلان كان بيستهدف يعني الافراد او اساتذه الجامعه بشكل فردي، ان هم يتقدموا باسم الجامعه. فانا تقدمت يعني دخلت وشاركت الاول، بتعمل ابلكيشن بيتملى الاول، وبعد كده بيردوا عليا ان هم بموافقتي ان انا اوريدي ان انا اشارك على حسب بعض الشروط اللي موجوده في الابلكيشن ان انا مستوفياها. وبعد كده ردوا عليا قالوا لي اوكي انك ممكن يعني شروط تنطبق عليكي للمشاركه في المسابقه. يعني كانت في زي تصفيه اولى كده نوعا ما، ان احنا للناس اللي تشارك في المسابقه. وبعد كده انا اكتست هذه التصفيه الاولى، وبعد كده فعلا تقدمت بعد كده بمشروع المحاضره يعني. عظيم جدا. التطبيقات التكنولوجيه في مجال التعليم مش بنتكلم عن حاجه مستقبليه، بنتكلم عن حاجه حاليه. أيوة. لازم تكون موجوده، ومش فقط في الابحاث يعني، لازم تكون موجوده على ارض الواقع بالفعل. ازاي نقدر نستفيد من هذه الفكره يا فندم هنا في مصر؟ والله بص يا فندم، هو يعني احنا دلوقتي حاليا يعني شئنا ام ابينا خلاص موضوع التعليم الالكتروني او التعليم اونلاين خلاص بقى فارض نفسه بشكل كبير جدا. يعني هو حتى يعني لو كان في ناس كانت معترضه عليه، او في ناس كان عندها تحفظات على التعليم الالكتروني او التعليم اونلاين وكل الاستراتيجيات الحديثه، هو بس الانسان عدو ما يجهل دايما، عشان لسه الحاجه جديده بس. بالظبط يا فندم. فكان لو كان في قبل كده في بعض يعني تحفظات من الناس، بس بعد ازمه كورونا او في ازمه كورونا فعلا اثبت نفسه. لان لو هنلاحظ ان هي الحاجه الوحيده اللي ما توقفتش اثناء مشكله كورونا هي التعليم الاونلاين او كل ما هو اونلاين. يعني خلاص اتجاه العالم دلوقتي لكل ما له علاقه بالرقمنه زي ما احنا بنقول في جميع المجالات. الموضوع مش مختص للتعليم فقط، يعني في مجالات كثيره دلوقتي بتتجه للرقمنه بشكل كبير، والمنصات الالكترونيه والتعليم اونلاين. فده دلوقتي شئنا ام ابينا خلاص، ده الاتجاه اللي العالم كله رايح له فعلا. احنا لازم احنا يعني مبدئيا احنا كاساتذه جامعه او كمدرسين مدارس خلاص يعني احنا لازم نبقى مستعدين للكلام ده. دلوقتي احنا محتاجين ان احنا ناخد دورات تدريبيه في الكلام ده بشكل كبير جدا، وان احنا نبتدي ان احنا ندخله في جامعاتنا وفي كل حاجه وفي مدارسنا حتى. ودلوقتي حتى سياسه الدوله اللي هو احنا بنتكلم دلوقتي عن توأمه مع جامعات اجنبيه، او بنتكلم عن ان احنا لازم نفرض نفسنا او نبقى موجودين فعلا بالنسبه بشكل كبير جدا على الخريطه الدوليه. الموضوع ده مش هيتم فعلا غير لما احنا نلاقي نفسنا يعني لازم نوجد نفسنا بشكل الكتروني من ناحيه التعليم، بحيث ان احنا يعني نبقى متشافين من الخارج، ونبقى عندنا نسبه مشاركه من الطلاب او نسبه مشاركه من الاساتذه الجامعيين على مستوى دولي. ده مش هيتحقق فعلا غير لما نقدر لازم نعمل ده. فده خلاص اتجاه العالم كله لكده، كله دلوقتي التعليم عن طريق منصات، وكله التعليم بقى بشكل اللي بقول لحضرتك عليه. فلازم ان احنا دلوقتي ناخد الاساتذه محتاجين دورات تدريبيه في الموضوع دوت بشكل كبير جدا، ونبتدي ان احنا نعمله بشكل سليم، ما تبقاش مجرد جهود فرديه. يعني دلوقتي اعتقد ان الجامعات ليها دور دلوقتي ان ده يتم تعميمه على الاساتذه والمدارس كمان بشكل كبير جدا، ويتم اطلاق منصات بتبقى بشكل مجمع بتضم كل السيناريوهات التربوية، ويتم تشاركها ما بين الطلبة وما بين الأساتذة كمان بشكل كبير، ما يبقاش الموضوع يبقى بشكل فردي أو تبقى جهود فردية من أشخاص. طبعا يعني دكتورة دينا مرة تانية بنبارك لحضرتك، ألف مبروك طبعا. وهذه التجربة يجب أن تعم، احنا شايفينها دلوقتي بشكل كبير جدا كان في المدارس أو في الجامعات زي ما حضرتك قلتي. نشكرك جزيل الشكر دكتورة دينا الكردي، المدرس بقسم اللغة الفرنسية بجامعة بالإسكندرية.